بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة مع حدوتة جديدة من حوديت عم حسام، وحكايتنا النهاردة بتحكي عن الشاطر بيبو. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد شاطر قوي اسمه بيبو. الولد ده في يوم من الأيام نام جعان ومكانش واكل كويس، وحلم حلم عجيب جدا، أعجب من أعجب فيلم. الحلم ده بيبو كان شايف نفسه في بيت جدته تيتا ميمي. تيتا ميمي قالت له: يا بيبو، لقد سطع مني خاتم، من فضلك انزل وحاول أن تجده عند أول السلالم. وفعلا سمع بيبو الكلام، خد بعضه ونزل على السلالم الحلم العجيب ده، ولقى نفسه عند أول السلالم بيبحث عن الخاتم، ولقى صندوق خشبي كبير. حس إن هو لقى صندوق سحري بيحقق الأحلام. فما كدبش الخبر يا أصحابي، وراح جري على الصندوق وفتحه، لقى جواه صندوق كان بيلمع جامد كأنه مصنوع من الذهب. وهنا في الوقت ده تيتا ميمي نادت عليه وقالت له: يا بيبو يا بيبو يا بيبو، هل وجدت الخاتم؟ رد عليها بيبو بصوت عالي وقال: يا تيتا ميمي يا تيتا ميمي، وجدت صندوق مثل الكنز الذي يبحث عنه كل العالم. وبعد كده يا أصحابي، بيبو فتح الصندوق الذهبي الجميل ده لأنه كان بيلمع وشكله جميل قوي، وجد جواه ورقة ذهبية، وفتح الورقة ولقى مكتوب جواها: اذهب هناك تحت الشباك، وعندما تهب الريح ستجد 5 مفاتيح. اندهش بيبو اكتر وانبهر اكتر، وقال لنفسه: ايه الرسالة العجيبة دي؟ وفعلا لقى الرياح حبت والشباك اتفتح. جري ناحية الشباك، وجد بالفعل 5 مفاتيح موجودين على الترابيزة اللي موجودة جنب الشباك، ولقى جنبها رسالة مكتوبة ومحطوطة تحت المفاتيح. ففتح الرسالة وقراها، ولقى مكتوب جواها: يا بيبو، هذه رسالة لك ولكل الأصحاب. كل مفتاح معك يفتح باب، ووراء كل باب الخير والصحة والشباب. اندهش بيبو أكتر وفكر كتير قوي، لكن في النهاية قرر وقال: هيا يا بيبو، افتح الباب واعرف الجواب. وقال لنفسه: معي 5 مفاتيح، انا معايا 5 مفاتيح، وقدامي 5 ابواب. يا ترى يا هل ترى اي مفتاح يفتح اي باب؟ فكر بيبو جامد قوي، وقعد يفكر ويفكر. وبعد كده لاحظ ملاحظة لطيفة قوي، لقى ان المفاتيح متلونة بنفس الوان الابواب. فخد المفتاح الاخضر واتجه ناحية الباب الاخضر وقال له: افتح يا باب يا اخضر، افتح يا باب يا متسكر. وفعلا اتفتح الباب، ولقى وراه مائدة كبيرة، ترابيزة كبيرة موجود عليها كل أنواع الخضروات الجميلة. وجد الكوسة والسبانخ والخيار، وخد من عليها 5 جزرات. وبعد كده بيبو خد بعضه واتجه ناحية الباب البني،
ومسك المفتاح البني وقال: افتح يا باب يا بني افتح، الفضول هياكلني. وأول ما الباب اتفتح لقى وراه مائدة تانية كبيرة قوي موجود عليها كل البروتينات، وجد الفول واللحمة والدجاج، وأخذ من عليها 4 سمكات. وبعد كده بيبو مسك المفتاح الأصفر وتحرك واتجه ناحية الباب الأصفر وقال: افتح يا باب يا أصفر، افتح يا باب يا متصنفر. وجد وراءه مائدة كبيرة موجود عليها كل النشويات، وجد الأرز والخبز والمكرونة، وأخذ من عليها 3 بطاطات. وراح ماسك بيبو المفتاح البرتقالي واتجه ناحية الباب البرتقالي وقال: افتح يا باب يا برتقالي، يا حظي كل الأبواب افتحها لي. وفعلا الباب اتفتح، وجد مائدة موجود عليها كل الفواكه، ترابيزة كبيرة، وجد البرتقال والموز والعنب، وأخذ من عليها 3 خوخات. وفي الآخر اتجه بيبو ناحية الباب الأبيض ومسك في إيده المفتاح الأبيض وقال: افتح يا باب يا أبيض، افتح يا باب نهارك أبيض. واتفتح الباب الأبيض ووجد وراه ترابيزة كبيرة، مائدة كبيرة عليها كل منتجات الألبان، الجبن واللبن والرايب، وأخذ من عليها الزبادي. وبعد ما بيبو خرج من الباب الأبيض والغرفة بتاعة الألبان، لقى نفسه موجود في الممر، ولقى في آخر الممر حد شبهه بس حد كبير. وجد في آخر الممر بيبو المبهر بطل أحلامه، لقى نفسه هو كبير. نظر إلى ما جمعه في الشنطة اللي معاه وقال: انظر إلى ما جمعته في شنطة منامي. رد عليه بيبو الكبير وقال له: هل فهمت معنى الرسالة؟ الخضروات والنشويات والبروتين والفاكهة والألبان هم أهم عناصر لصحة الإنسان، وهي سر العضلات والنشاط والبطولات، لا تنساهم أبدا يا بيبو. وبعد كده تيتا ميمي نادت عليه وقالت له: يا بيبو يا بيبو يا بيبو، اصحى يا بيبو، صباح الخير يا بيبو. ورد عليها بيبو وهو قايم مبتسم من النوم وقال لها: ياه كان حلم، كله علم في علم، شكرا يا تيتا ميمي، بس انا اسف عشان ما لقيتش الخاتم. وتوتا توتا خلصت الحدوتة، والحدوتة دي يا حبايبي بتعلمنا أهمية الأكل الجميل الصحي، إن احنا نبقى قوية وعندنا عضلات قوية، وكلنا نبقى أبطال لما نكبر إن شاء الله. واستنوني الحلقة الجاية والقصة الجاية مع معلومة مفيدة في حدوتة جميلة من حواديت عم حسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.